في لنشر هذا الأسبوع في حلقة خاصة برأس السنة، من سيستضيف باسم فغالي من النجوم والمشاهير في لنشر؟ هتعمل حركات هيفا نوال أو إليسا. لنشر يوزع هدايا الأعياد للأطفال السجناء في مبنى الأحداث. فتيات يتهمن والدهن بالألزهايمر، والإخوة يتهمون الأخوات بالدعارة. يقولوا له هيدي مش بنتك، هيدي وحدة زانية، هيدي وحدة وسخة، هيدي حاولت تنام معك، بيس فن يطلع فيهم ويطلع فيني. للنشر مع ريما كركي، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.